أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. والمعركة بين أتباع الحق وبين أعداء الحق معركة مستمرة، ورأينا في الحلقة الماضية كيف أن اليهود قد حاربوا الدعوة الإسلامية حربا لا هوادة فيها، وكيف أنهم سلكوا كل مسلك لحرب الدعوة الإسلامية، ولا سيما حرب المجادلات والمنازعات وحرب إشاعة الفتن بين المسلمين. ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم. رأينا في الحلقة الماضية كيف رد القرآن عليهم في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشاع اليهود عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الإسلام، قالوا له: يا محمد، كيف تدعونا إلى الإسلام وأنت لم تحرم لحوم الإبل وألبانها؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على ملة إبراهيم. فقالوا له: كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. فقالوا له: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه كان محرما على نوح وعلى إبراهيم وعلى جميع الأنبياء. فنزل قول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة، يعني قبل نزول التوراة على سيدنا موسى كانت كل الأطعمة حلالا لبني إسرائيل، إلا ما حرمه إسرائيل له سيدنا يعقوب على نفسه زهدا وتقشفا. لكن بعد نزول التوراة حرم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بسبب ظلمهم أشياء كثيرة، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. جاءوا في قضية أخرى وهي موضوع درسنا اليوم ابتداء من الآية 96. ما هي هذه القضية؟ تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد أن فرضت الصلاة
في ليلة الإسراء والمعراج بقي 16 شهرا أو 17 شهرا يتوجه في صلاته إلى أين؟ إلى بيت المقدس. الآيات التي سبق أن شرحناها في سورة البقرة، وكان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله ويقول: اللهم وجهني إلى القبلة التي ترضاها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ أصحابه بأمر الله سبحانه وتعالى يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة أو إلى المسجد الحرام. فهل سكت اليهود؟ أبدا أبدا. لقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تترك القبلة التي كنت عليها وهي قبلة الأنبياء وتتوجه إلى المسجد الحرام؟ كيف تترك ذلك؟ إن المسجد الأقصى هو أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله. وأخذوا يشككون ويجادلون ويقولون: كيف تترك القبلة التي كان عليها الأنبياء وتتوجه إلى أين؟ إلى المسجد الحرام. فرد القرآن عليهم بقوله تعالى، الآية رقم 96 وهي موضوع درسنا اليوم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية الكريمة للرد على اليهود الذين عندما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى المسجد الحرام بدأوا يشككون ويجادلون ويقولون: أنت كنت تصلي إلى المسجد الأقصى فلماذا توجهت إلى المسجد الحرام؟ وأخذوا يسلطون المنافقين. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنزلت هذه الآية الكريمة لتبين أن أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض ليكون مكانا لعبادته هو المسجد الحرام. إن أول بيت أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم ببنائه وبوضع أسسه، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود. إن أول بيت وضع للناس، يعني إن أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض ليكون مكانا للعبادة هو المسجد الحرام، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ده من حيث الأولوية، من حيث الأولوية. وبكة ده اسم لمكة، يعني مكة يصح أن يطلق عليها مكة ويصح أن يطلق عليها
بكة. طب إيه المراد بالأولوية؟ كما قلنا المراد بالأولوية في قوله إن أول بيت، يعني المسجد الحرام هو أول مكان وضعه الله في الأرض ليكون متعبدا يتقرب فيه المؤمنون إلى مين؟ إلى خالقهم عز وجل. وكلمة بكة هي لغة في إيه؟ في مكة، يعني صح أن تقول بكة ويصح أن تقول إيه؟ مكة. طب لما سميت ببكة أو سماها الله سبحانه وتعالى ببكة؟ لما؟ قال لك كلمة بكة في اللغة تدل على التزاحم، يدل على إيه؟ التزاحم. ولذلك قال علماء اللغة بكة لغة في مكة، ومنه وقيل بأن بكة هي موضع المسجد ومكة اسم للبلد بأسرها. وأصل كلمة بكة من البك بمعنى الازدحام، من البك بمعنى إيه؟ الازدحام. يقال تباكى القوم إذا إيه؟ إذا تزاحموا، وكأنها سميت بذلك لازدحام الحجاج فيها. أو سميت بكة من البك بمعنى دق العنق، فكل من يريد السوء بمكة وبالمسجد الحرام، كل من يريد السوء بمكة وبالمسجد الحرام فإن الله سبحانه وتعالى يدق إيه؟ عنقه. فالبك مأخوذ من إيه؟ من أن الله سبحانه وتعالى يهدم الجبابرة الذين يريدون أن يسيئوا إلى إيه؟ البيت الحرام، كما قال سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل تربيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولذلك قال بعض العلماء وأصل كلمة بكة من البك وهو الازدحام، يقال تباكى القوم إذا تزاحموا. والبك أيضا بمعنى دق العنق، وكأنها سميت بكة لأن الجبابرة تندق أعناقهم إذا أرادوها بإيه؟ بسوء. طب والشواهد التاريخية واضحة ولا مش واضحة على ذلك؟ عندما أراد أبرهة أن يهدم المسجد الحرام ماذا حدث له ولجنوده؟ سورة الفيل قصت علينا ما حدث له، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هنا يأتي سؤال، كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وبين الحديث النبوي الشريف الذي جاء في الصحيحين عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ سيدنا أبو ذر الغفاري وهو من السابقين في الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقال له يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ فقال له الرسول المسجد الحرام. فسيدنا أبو ذر قال للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أي، يعني أي مسجد وضع أو بني بعد ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. واضح الكلام يا أخوانا؟
سيدنا أبو ذر سأل الرسول سؤال ثالث، قال له كم بينهما يا رسول الله؟ كم المدة اللي بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى؟ فقال صلى الله عليه وسلم 40 سنة. 40 سنة. وحيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. لأن من الخصائص التي أعطاها الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أن جعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا. أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي واحد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركت، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. إذن من الخصائص والفضائل التي أعطاها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن جعل له الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث النبوي الشريف بعض الناس أشكل عليه فقال: معلوم أن سليمان بن داود، سيدنا سليمان، هو الذي بنى المسجد الأقصى، والذي بنى المسجد الحرام هو سيدنا إبراهيم وابنه مين؟ إسماعيل. وبينهما وبين سليمان 1000 سنة. يعني المؤرخون يقولون بأن الذي بنى المسجد الأقصى مين؟ سيدنا سليمان ابن سيدنا داود. وبين سيدنا سليمان وبين سيدنا إبراهيم 1000 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينهما كم سنة؟ 40. فكيف؟ قال لك الجواب سهل. سيدنا سليمان لم يكن مؤسسا للمسجد الأقصى، ولم يكن واضعا للمسجد الأقصى. سيدنا سليمان كان مجددا للمسجد الأقصى، لكن الذي وضع أساس المسجد الأقصى مين؟ هو سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم. والمسافة بينهما كام؟ 40 سنة. يبقى إذن الذي وضع أسس المسجد الأقصى هو مين؟ سيدنا يعقوب، وليس سيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان مجددا للمسجد الأقصى. أما الذي وضع أسس المسجد الحرام وبنى المسجد الحرام هو سيدنا إبراهيم بنص القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الكلام ده واضح يا أخوانا؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي بمكة. ثم وصف الله عز وجل هذا البيت بعدة صفات كريمة، بعدة صفات. الصفة الأولى مباركة، الصفة الثانية وهدى للعالمين، الصفة الثالثة فيه آيات بينات. هذه الآيات البينات منها مقام إبراهيم، ومنها ومن دخله كان آمن. دي كلها فضائل يا أخوان. وانظر إلى تسلسل القرآن وإلى بلاغة القرآن مما يشهد بأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أول شيء، القرآن بيّن لنا بأن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس ليكون مكان عبادة لهم. كأن سائلا سأل وقال: وهل هذا المسجد له فضائل؟ هل هذا المسجد له فضائل؟ فجاء القرآن الكريم وبيّن لنا جانبا من هذه الفضائل.
فالفضيلة الأولى للمسجد الحرام أنه مباركا، يعني بارك الله سبحانه وتعالى فيه بالبركات المادية وبالبركات إيه المعنوية. الناس يلتقون فيه من مشارق الأرض ومن مغاربها من أجل إيه؟ من أجل ذكر الله ومن أجل إخلاص العبادة لله عز وجل، يتعارفون، وهذا التعارف يزيدهم إيمانا على إيمانهم ويزيدهم قوة على إيه؟ قوتهم. فالصفة الأولى من صفات التي مدح الله بها المسجد الحرام مباركا، أي كثير الخير ودائم الخير من البركة بمعنى إيه؟ الدوام، وهي النماء والزيادة والدوام. يقال هذا شيء فيه بركة، يعني فيه إيه؟ زيادة وتنمية وبقاء، أي أن هذا البيت كثير الخير وكثير النفع لمن حجه أو اعتمره أو اعتكف فيه أو طاف إيه؟ حوله. فمن بركاته المادية أن الناس يتبادلون المنافع فيما إيه؟ بينهم، ده يبيع وهذا يشتري، وكما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس إيه؟ من حوله. ففي بركات مادية وبركات معنوية. فمن بركاته المادية قدوم الناس إليه من مشارق الأرض ومن مغاربها، ومعهم خيرات الأرض يقدمونها على سبيل إيه يا أخوانا؟ تبادل إيه؟ المنفعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني أحاطه الله سبحانه وتعالى بالبركات المادية عن طريق تبادل المنافع بين الناس، هذا يبيع وهذا إيه يشتري، وعن طريق أن خيرات الأرض تنتقل من هنا إلى إيه إلى هناك. فالقادمون منهم من يأتي بتجارة، ومنهم من يأتي بكذا، ومنهم من يأتي بكذا، ليشهدوا منافع له، للبركات المادية. البركات المعنوية منها أن الصلاة فيه، الصلاة فيه تزيد كام درجة عند الصلاة في غيره؟ 100,000، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقوله تعالى مباركا يشمل، هذا اللفظ يشمل البركات المعنوية يعني زيادة الثواب، ويشمل أيضا البركات المادية التي تأتي عن طريق تبادل التجارات بين إيه؟ بين الناس. طيب الفضيلة الثانية ما هي؟ مباركا وهدى، معنى وهدى للعالمين، يعني أنه هداية. عندما يذهب الإنسان منا لكي يؤدي فريضة الحج، يزداد إيمانه أو لا يزداد إيمانه؟ يزداد إيمانه. عندما يتوجه في صلاته، نحن الآن هنا في الأزهر، فعندما نتوجه في صلاتنا إلى المسجد الحرام كما قال الله تعالى: وحيثما شئتم فولوا وجوهكم شطرة، يبقى كون أن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام، دي هداية ولا مش هداية؟ هداية. دي الفضيلة الثانية من فضائل المسجد الحرام. ولذلك قال العلماء: الصفة الثانية من الصفات التي مدح الله بها المسجد الحرام هي قول الله تعالى: هدى للعالمين، أي هو بذاته مصدر هداية. ليه؟ لأنه قبلة المسلمين، ولأنه المكان الذي يحنون إليه ويشتاقون إليه، وفي استقباله توجيه للقلوب وللعقول إلى إيه؟ إلى الخير،
والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي إيه. وإذ جعلنا البيت No!